اليوم احنا في الافتتاح ديال المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، واللي غيمتد على مدة 3 أيام وفي مواضيع ومحاور متعددة ومتنوعة. السياق فين تيجي مؤتمر الجميع تعرفوا سياق مرتبط بالأوضاع السياسية الكبرى اللي كيعرفها العالم اللي كتجي من بعد الوباء ديال كوفيد، ثم وما خلفوا يعني من توترات اقتصادية ولكن أيضا توترات سياسية الحق مباشرة مع الحرب الروسية الأوكرانية واللي أيضا لقت بالظلال ديالها على الكثير من الأسواق الاقتصادية ولا التوازنات السياسية في العالم. تيجي أيضا في محيط إقليمي مازال تيعرف واحد العدد ديال الصراعات اللي كتأثر على المنطقة محلية وإقليمية بالخصوص في المناطق ديال الساحل والصحراء. في سياق مثل هذا كتضغط قضايا متعددة، قضية أولا قضايا السلم يعني الحرب ولكن مقابلها السلم، أي سبل وأي آفاق باش أن البلاد ديالنا تمشي لها والعالمية والبشرية تمشي لها أيضا. كي تحط الموضوع والمحور بشكل كبير ديال التسامح، محاربة التطرف والكراهية والعنصرية واللي هي مظاهر اللي كثرت أكثر من نتيجة الحروب. تنعرفوا موجات الهجرة الكبيرة، كيجي موضوع الهجرة، موجات الهجرة كلما كان الحرب كلما كانت المجاعة كلما كان الفقر، يعني موجات متعددة وعديدة اللي كتمشي نحو الشمال بالخصوص المناطق الغنية. وتتعرفوا أن الحلول اللي مطروحة اليوم في العالم في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى ليست عادلة، بمعنى أنها كتكون على حساب دول الجنوب. الموضوع الآني واللي عنده قوته أيضا هو موضوع حقوق الإنسان، شنو الآليات الجديدة، موضوع اليوم موضوع الديمقراطية وموضوع حقوق الإنسان، شنو هي الآليات الجديدة اللي كتبتها سواء نموذج تجربة المغرب في العدالة الانتقالية، تجارب اليوم الآليات ديال الاستعراض الدولي الشامل. الموضوع الآخر والمحور الكبير أيضا اللي عنده رهينته دائما واللي غيبقى معنا هو المحور كمان هو النساء، أي سبل المساواة والإدماج النساء والسياسات عمومية اللي تعطي تكون فيهم النساء جزء من تنمية شاملة. ثم هام العرضاني في هذا الشيء كله أن اللي غيناقشوه هم برلمانيون شباب. لماذا برلمانيون شباب؟ لسببين مركزين. أولا سبب رجع للمنظومة نفسها، المنظومة الاشتراكية اليوم تستعيد بناء نفسها عبر منتديات متعددة وعبر مؤسسات متعددة أبرزها الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي واللي الحزب الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية متواجد فيها بقوة. فقلنا استراتيجيا البشرية نخلقوا منتدى وسابقة بالمبادرة من الفريق الاشتراكي اليوم هو أننا اللقاء مع البرلمانيين الشباب في كل القارات لمناقشة المواضيع اللي حدثتكم عليها، لأنه من شأنه أولا تبادل الخبرات كيف تواجه أمريكا اللاتينية موجات الهجرة والتعصب والتطرف وحقوق الإنسان وتجاربها، كيف تواجهها إفريقيا، كيف تواجهها، كيف نظرت أوروبا. إذن خلق من ظهرت الاشتراكية ظهرت كجواب على الرأسمالية العالمية اللي كانت متوحشة ولمدروه، وعرفنا تجارب متعددة اللي في لحظات معينة قالت بأن الاشتراكية انتهت والاشتراك بنوه، ولكن احنا نؤمن دائما بأن الاشتراكية متجددة والشبيبة اللي حضر اليوم من جميع البقاع ديال العالم بصفتهم المسؤولة. إن ملي تنتكلموا على برلمانيون شباب أقل من 40 سنة كانت تحدثوا على قادة المستقبل في هذه الدول. فكل ما الهوة يعني ما بقاتش كبيرة ما بين هاد القيادات، فكان كان كان طمحوا أننا نكون في مجتمع ديال السلم المستقبل، وكان طمحوا بأن العلاقة تقصر أكثر.